نحن الآن في كارتي كوبا مدينة الدار البيضاء. القليلون هم الذين يعرفون أصل تسمية كارتي كوبا. الفاس بريس حاولت أن تنبش في هذه القضية، وكان الاتصال بالسيد السيح محمد، من خلاله سنعرف أصل الحكاية وأصل التسمية. أهلا بك سيد السيح. شكرا، مرحبا بكم عندنا. لننطلق لننطلق لأن هذا الكارتي كان خاص بواحد الكوبي من كوبا، هو اللي كان عنده هذه الأرضية هذه. وأنا يعني المعلومات اللي توصلت لها أنه في عام 1928 كانت لا ريفوليسيون إسبانيول، الثورة الإسبانية، فهاجروا بزاف ديال الإسبان ونزلوا هنايا. وهذاك الكوبي هو اللي كان وجد لهم المأوى، لهنا كانت تدير البراري كان يكليها لهم هنايا، وانتشروا هنايا بزاف. كاين اللي رجع من بعد الثوره، كاين اللي رجع لاسبانيا، والاخرين بقاو هنايا، منهم هاد لاسيتي هذا، منهم هاد لاسيتي اللي هي كاع كانت تقريبا هاد الجهه فهاد الجهه وفهاد الجهه، كله كان كانوا فيه الاسبان. وهذاك الكارت، هاد الكارتي ديالنا حنا قبل ما يكون اسمه كارتي كوبا كان اسمه كارتي الكوبي، حي الكوبي، يعني الشخص اللي كان كيملك هنا سماوه عليه حي الكوبي. من بعد بشويه بشويه ولا اسمه حي كوبا. من 1928 كان عنده هاد الارض هذه، هو اللي كان تيكريها الاسبان اللي كانوا جاو من الثوره اللي قلت لك. فمن بعد الناس هنايا كاينين جدودنا هنا، كاينين ناس برانيين اللي جاو سكنوا هنا في هذاك الوقت قبل هاد 30 و 40 و 50، كانوا ناس من المغرب، ناس جاو من كونقوس وعمروا هنايا، منهم العائله ديالنا والعائله ديال هاد الناس بزاف ديال العائلات. حنا الكارتي كله كان معروف بالديور. وهاد العائلات اللي استقروا في هاد كارتي كوبا منين جاو؟ واش من رحامنا ولا دكاله ولا مزاب ولا مختلف المناطق في المغرب؟ كان الناس هنا تلقى الزناقي اللي عندنا حنايا، هنا كاين ناس القتاده، زنقه عبدال، زنقه سيادمه، زنقه، فهمتيني؟ عندنا هاد جوج ديال لي سيتي، كاين واحد هنايا وكاين واحد في هاد الزنقه هادي، هما اللي كانوا معمرينهم هما الاسبان اللي بقاو هنا مستقرين في الدار البيضاء. قلت لك انا دوك في هذاك الوقت الناس هاجرات رجعت لاسبانيا، وهاد الناس هادو مع ولفوا الناس هنايا وتعايشوا معاهم فبقاو هنايا، فكيعمروا هذا كان خاص بهم، وهذاك الاسيتي الاخر كان خاص، وكانوا الناس هنا في هذا الشارع هذا في هذيك القنت في هذيك القنت حتى هما اسبان، كانوا من العشيه للعشيه كيخرجوا كيحطوا محقات كيحطوا سمو وياكلوا ويشربوا، شي كيخيط شي كيطراد شي كيدير الصوف، كانت حياه اخرى ثاني عشناها مع ذوك الناس. هذا واحد من لي سيتي اللي قلت لكم، هاد لا سيتي هذا وهاد لا سيتي هذا، هذا هو اللي بقى من لي سيتي القدام اللي كانوا فيه الاسبان هنايا، هذا بقى زوين ونقي. صغري كنت نعقل ممكن معنا السكان هادو حدقي، العائله ديال العداء ديال حدقي، هنايا المنزل ديالنا السكن ديالي، وكان هنايا رفيق، هنايا هنا كاين رفيق، وكاين فانزي، وكاين الاسطي الله يرحمه الاسطي، ودار سميتو دار رفيق السيدة اللي تمت زوجة رفيق الله يرحمه اللي مات بالكونسير. الدرب والعائلة ديالو عائلة معروفة، ولاد الدرب تاهما قدام، الخوت ديالو خوت ديالو، الوالد الله يرحمه الوالد الله يرحمه، السي العربي كنقولوا حنا ديما السي العربي دو زين. السي العربي واش تقدر تهضر بعدك؟ السلام عليكم السي العربي، واش شنو أهم المعالم تاع كارتي كوبا؟ من المعالم ديال كارتي كوبا هو انه الحظوظ ديال الساكنه ديال كارتي كوبا، يعني في ابان كاع تقريبا المعمل الفرنسي، هو انهم كانوا يتعيشوا مع الاجانب هنايا بما فيهم الاسبانيون ليزيتاليان الفرنسيين، بحكم الفرنسيين كان القرض ديالهم هو لا مارين رويال كانوا تيستعملوا هنايا في المثال. بالنسبه للاماكن الرئيسيه اللي كانت حيطه بالكارتي كان لا بيسين مينيسيبال، يعني المسبح البلدي، من اكبر المسابح اللي كانت تقريبا على الصعيد الوطني
تقريبا او في الدار البيضاء او المدن اللي كاينه الساحليه. كاين عندنا لافوار يعني المعرض الدولي للدار البيضاء. بحيث هذا المعرض الدولي للدار البيضاء كانت الساكنه الحضور ديال الساكنه كانت تشوف عده شخصيات حيه. مثلا انا فلاش ديالي تنعقل الزياره اللي كان جا فيها الحسن الثاني باش يدشن الافتتاح ديال المعرض الدولي مع الملك الحسين يعني الاب في المثال. وكان عده شخصيات تيجيو بحيث كان المعرض الدولي تيكون كل سنه تقريبا كان تيعرض العرض الدولي. اللي كان هو انه كان واحد الجانب ديال المساحه كبيره ديال الباركينغ ديال المعرض اللي تيتسمى الشونطي اللي حيث كانت كان بما ان المعرض كانت يحتضن الدوره ديال السنه كانت يبقى فارغ هذاك الباركينغ بحيث كانوا الدراري كاع ولاد المدينه كاملين كانوا تيلعبوا. الشوينط هو الملعب اللي نجيب مجموعه من اللاعبين اللي تنسمعوا مثلا بودربالة ياك هو فهاد الشوينط. فهاد الشوينط هذا راه ما كاينش يعني يلعب فيه بودربالة حردان بريجا غير يسمحوا لي بجوج الاشخاص اللي ما ذكرتش الاسماء ديالهم. الدراري ديال لي ترافايس كل اللي كانوا تيلعبوا في لي زي ترافايس كلهم تعلموا من تماك بحيث كان تيحتضن من 4 الصباح الناس ديال بولي الحوانت السواسه اللي كانوا تيفيقوا بكري ويلعبوا ما تيحبس حتى لشي 2 الليل وحده الليل تبدا تكون واحد يعني مجموعه درايدين. والكارتي عندنا حنايا هنايا كاين معروف بقضيه الجيل الحالي تقول سوق عوا يعني اما الجهات ديال الدار البيضاء باش تقول الكارتي قليل تعرف كارتي كوبا بهذا المعنى ديالو سوق عوا. سوق عوا هو واحد السوق اللي كان تبنى بشكل عشوائي داروا فيه برارك وعلى اسمه سوق عوا باختصار هو انه كانت عوا تتحوم فوق منه مع الخضر اللي تتكون قديمه ولا مع شنقولوا ليه المهم على كل حال الحوت واللي كان وبقات دايره فيه بانه هذه المنطقه اسمها ديال اسمه. وكاين عندنا مريزيكا معروفه بالاسم اخر وهو مريزيكا المغريزيكون وزعما هو ذاك الماء ديال الواد الحار اللي كان تيصب في البحر واسمه مريزيكون. هذا المكان كان ساحه هنايا خاويه كلها تراب ما كان ديك على خوانط هنا لا هو. وكان هنايا قديم انا كنعاود لك في الخمسينات في الخمسينات والستينات كانوا الحلاقي هنا كيديروا الحلاقي الازليه وكان البوكس واحد السيد كان تيجي تا هو تيدير البوكس وواحد السيد كيجي الازليه سي حميد وكان هنايا تيجي بعض الخطرات يعمر لافوار داك سويرتي وكيديروا بعض الالعاب الدراري. المهم كان الرواج هنا وكانوا الناس كيجيو باش يتفرجوا يجيبوا وليداتهم تا هما يلعبوا وكنا كنخرجوا نتفرجوا في الحلقه.